سلام يا أبوشة قلبي، صباح الخير، صباح الحب، صباح الأيام السعيدة، صباح التوست والشوكولاتة، صباح القهوة، صباح كل الأشياء الجميلة اللي تشبه عيونك يا أمر قلبي. اليوم رح نتكلم عن كيف أعرف أني على الطريق الصحيح، أو هل أنا على الطريق الصح. أول شيء رح أقوله، يعني اعتبريه ABC، أنه أي طريق أنت ماشية فيه اليوم هو الطريق الصح، هو الطريق الصح في الوقت الحالي وعشان خبراتك الحالية. لأنه لو ما كان الطريق الصح انت ما كان مشيتي فيه، ومهما كان الطريق هذا ما دام انت مكمله فيه ولحد الان ما اكتشفتي انه الطريق الخطا او ما هو الطريق الصح، معناها انه انت في الطريق هذا قاعده تنمين من نفسك وتطورينها، وصدقيني وانت في الطريق هذا اللي انت ما تدرين هو صح وغلط، او حتى ممكن يكون غلط، راح توصلين لمرحله فيه وراح تدركين انه انت شخصيه افضل، وانه انت تعلمتي وصار عندك خبره في حياتك. مشكلتنا ما هي في انه احنا نكون على الطريق الصح او على الطريق الخطا، مشكلتنا اذا احنا ما ادركنا، اذا احنا ما عرفنا متى نوقف، متى نقول ستوب. بس كمان انا راح اتكلم عايش اليوم في امور تقول لك كيف تكوني على الطريق الصحيح. وصدقيني والله العظيم لو كانت كلنا طرقنا صحيحه وكانت الطريق اللي احنا نبغاه ما كنا تعلمنا ولا شيء. ترى كلنا مشينا في طرق خطا وكنا نعتقد انها صح بس طلعنا منها بخبره. كمان لازم تعرفين انه ما في شيء صحيح بشكل مطلق، يعني انا ممكن يكون شيء بالنسبه لي صح ويكون بالنسبه لغيري خطا وغلط وجريمه يعاقب عليها القانون. لذلك يا أبوشة قلبي حطي كذا لايك حلو من يدش الحلوة وكملي معاي. طيب الآن راح نتكلم عن إيش الأشياء اللي خلت أشخاص صار عندهم هذاك الحدث، الأشياء الشفافة اللي خلتهم يعرفون الطريق الصح ويميزون بين الصح والغلط. هذه الزبدة وهذا هو اللي أبغى أتكلم عايش فيه. راح أقولش إنه الإنسان بطبيعته أقوى من ما يتخيل وأقوى من ما يتصور، بس تدرين متى ممكن تظهر القوة هذه، أو خلينا نقول عنها الحكمة أو الحدث أيا كانت، أو كيف يعرف الإنسان إنه على الطريق الصح أو ما هو على الطريق الصح. تدرين متى وتدرين إيش هو الشرط الأول والأساسي والأكبر؟ لما يكون الإنسان لو اتحدت عندنا حقيقة ما نظهره مع حقيقة ما نخفيه، يعني مستحيل انه انت تلاقين شخص يتصف بالحكمة وبالرزانة وبالرأي السديد وتلاقين انه الشخص هذا مثلا يجامل الناس او يطبل لهم، ومستحيل مثلا تلاقين وحدة نقالة كلام وثرثارة وتلاقينها تقولش والله انا ابغى تخصص محاماة. مستحيل، ما يتفق حتى من الداخل، لا تتفق مع داخلها ولا تتفق مع الخارج ولا مع اي شيء، حتى مظهرها حتى ملابسها، لانها ما هي عارفة نفسها ولانها ما هي عارفة حقيقتها. شفت مقابلة زمان في عودة والله العظيم يا بنات كل ما اتذكر هذيك المقابله يا الهي، لما الانسان يضيع نفسه ويضيع بوصلته، يعني ما يعرف ايش هو يبغى في الحياه هذه. ترى انا الانسانه هذه احس انها انسان على نياتها او ما ادري ما تنفهم، لكن اللي داخل يعني حسب ما تقول ما يتفق مع اللي برا، الامور ملخبطه. اتذكر مره اني شفت مذيع قام سالها، كانت في حفله ليله راس السنه، قال لها لو تبغين تلتقطين صوره مع شخص واحد مين راح يكون الشخص هذا، ايش تتوقع انها جاوب؟ قالت له شخص واحد، قال ايوه شخص واحد تلتقطين معه صوره الليله في ليله راس السنه، قالت له الله سبحانه وتعالى يا الهي يا البصرة ضايعة. اللي أبغى أقوله من الكلام هذا إنه إحنا لما نضيع بصرتنا ما نعرف إيش نقول. كان السؤال واضح قدامها، شخص تبغين تأخذين معاه سيلفي، وشوفوا إيش كان إجابتها. كانت إجابتها بعيدة عن الحكمة وحتى بعيدة عن العقل. ترى لكل إنسان في الحياة هذه إيقاع معين، الإيقاع هذا اسمه الحدث، يرشد الإنسان ويدله ويجذب له وينجذب له، يخلي الإيقاع الداخلي هذا مناسب. راح تحسين إنه أنتي تنطربين له لما أجيش الرسالة من الداخل، تميزين الرسالة الصحيحة من بين ملايين الرسالات. واستني لأني راح أقول شلون تميزينها. ومهما نصحش أشخاص ومهما الطريق بدأ مجنون وإنه غير منطقي، طبعا حسب المحاكمة العقلية التقليدية، إلا أنه أنتي راح تميزين الصوت هذا وراح تنسجمين معه وراح تصغير له، لأنه الصوت هذا دائما وأبدا راح يدلش على الطريق الصح، وما في أي أحد راح يسلكه بالنيابة عنك. تدرين شلون يتجلى صوت الحدث؟ يتجلى للأشخاص الصادقين اللي صادقين مع أنفسهم، هذولا الطريق يكون واضح لهم ويعرفون هل هم على الطريق الصح أو لا. الأشخاص هذولي ما يكذبون على أنفسهم ولا يخدعونها ولا يلبسون قناع ما هو بلهم، دائما يردون على الصوت الداخلي، لأنه الأشخاص هذولي مثل الماء، مثل الماء بالضبط، ناس شفافة. أنا ما أقول إنه الإنسان لازم يكون وقح وأنه لازم يقول رأيه بكل شفافية وأنه لازم يعطي رأيه في الرايحة والجاية والطالعة والنازلة، لا تعطي الرأي إلا إذا أحد طلب منك، وأعطيه كمان بحب وبلطف. موضوع انه انت تكوني صادقة مو معناها انه احنا نكون وقحين، يعني في ناس لما احد يقول له لازم تكون صادق مع نفسك تعبر عن ارائك، يعبر عن ارائه لناس ما طلبوا منه. يعني اول شيئين انا جالسة اقول عليهم الان، انه انت تكونين صادقة وانه انت تتزنين بمشاعرك، وراح اجي معاش في اتزان المشاعر. ترى اتزان المشاعر والله العظيم يخلي الانسان يكون ابصر الناس بنفسه، ابصر الناس بمستقبله، يعني والله العظيم انه الشيئين هذولي راح يخلونك وكأنك تسمعين كذا شيء وش في اذنك يقولش من هنا او يقولش لا
تبعدي عن الطريق هذا، تحسين صوت داخلي. ما تلاحظون يا بنات احيانا انه انت تكونين قاعده عادي ما في ولا شيء، مثلا ماسكه جوالك او اي شيء، او حتى نايمه او حتى قاعده، وفي شيء يقولش قومي المطبخ، قومي المطبخ، او مثلا روحي شوفي عيالك، في شيء يقومش كذا يوقفش، وتلاقي نفسك مشيتي من غير اي شعور. لما رحتي المطبخ او عند عيالك او لقيت انه في مشكله صايره، لولا انه انت جيتي في الثواني هذه كان صارت مصيبه. هذا هو اللي اقصده، انه انت يكون عندك حدث لدرجه انه كان في احد يوشرش، كان في احد يقومش يقولش يلا تعالي، لا لا مو من هنا، من هنا، لانه انت جليتيه ونزحتيه من الكذب ومن النفاق. الانسان كل ما يتبع ويسوق الاشياء اللي هو ما يبغاها واللي ما يحبها واللي ما ينتمي لها واللي ما تناسبه، كل ما كبت على الصوت هذا وضغط عليه كذا وحطه في طنجره ضغط وقفل عليه، انا ما ابغى اطلع اليوم ما اطلع، واختار الامر هذا بكل لطف وبكل حب. لو ما ابغى اروح زياره اقول لا انا ما ابغى اروح، انا مالي نفس، وما اختار الاختيار هذا بناء على شعور نرجسي او شعور كبر او شعور عظمه او شعور انه انا افرض رايي، لا اختاره بناء على رغبه روحي ونفسي ومشاعري الداخليه اللي انا احسها. الاشياء هذه كانها لمبات صغيره تضوي في داخلك، كل يوم راح تضوي لمبه، كل يوم راح تضوي لمبه، كل يوم راح تضوي شمعه، لحد ما تحسين انه انت زي ما قلت قبل شوي، والله العظيم الامور واضحه بالنسبه لك، جليه، تقدرين تختارين، تقدرين تحددين، تقدرين تقولين ابغى هذا وما ابغى هذا، من غير ما تحسين باي ضغوطات من الخارج، من غير ما تحسين باي خوف انه اختيارك ممكن يكون غلط. وفي الاخير ترى احنا بشر، ترى احنا نخطي ونصيب، احيانا احنا نختار شيء ويكون في داخلنا شعور انه ممكن ما يكون هذا الشيء هو الصح، بس في عندي شعور كمان ثاني يقول لي لا لازم تختارينه. وبعدين تلف الحياه كذا وتدور ونطلع في المرجيحه ونطيح وننزل، ونلاقي انه هذا الاختيار هو الصح، وانه انا عشان الاقي الطريق الصحيح كان لازم امر بكل المعمعه هذه، كان لازم امر بكل اللخبطه هذه عشان اكتشف الطريق الصح، لازم ادخل في المتاهه. كمان من الاشياء اللي تنور الطريق في داخلك واللي تخليش فعلا تحددين انت على الطريق الصح او لا، انه انت ترضين. اقولها مره ثانيه، ترضين مهما صار، ما تأنبي نفسك وما تجرحينها وما تهينينها وما تقولين يوه يا ربي بس لو اني اخذت اللفه اللي قبل، لا الحمد لله انا ما لفيت مع الطريق هذا وهذا الطريق صعب والمخرج هذا مقفل، الحمد لله اكيد فيها خيره، ما دام ربي اختارها معنات فيها خير وانا راضيه. لانه شوفي يا بعد راسي يا بعد عمري اسمعيني، اخ حبك يا عمر والله العظيم، لا يمكن انه الانسان يعيش في فوضى حواس وانعدام سلام من داخله وانعدام الهدوء في داخله ويبغى يسمع الصوت الداخلي. ايوه يا بعد عمري ايوه، عشان تكون للانسان بصيره او عشان تكون له بصيره الحكماء، لا يمكن انه الانسان هذا يشتت تركيزه ويسوي اللي يحبه واللي ما يحبه، ويجامل هذا ويجامل هذا، ويكبت داخله، يخلي اللي في داخله مثلا انا سماح، اخلي سماح لي في داخلي كانها انسان اخرس واطرش ما اهتم لها ابدا، واحط اولويه لكل الناس اللي برا، يعني اعيشها كانها يتيم، فهمتيني؟ يعني لما انت تخرسين اللي في داخلك لا يمكن انه اللي في داخلك هذا يرجع ويرشدش على الطريق الصح، يوضح لك الطرق والامور. لو اخرستي اللي في داخلك راح تظلي محتاجه لكل الناس، تتصلين على الدكتوره لو سمحتي تكفين ردي علي انا ما ادري اختياري صح ولا غلط، وتلاقين نفسك كل يوم تكتبين كومنتات تقولين تكفون قولوا لي اطلق ولا ما اطلق، تكفين اتوظف هنا ولا ما اتوظف، تتصلين على اختك وبنت عمك وبنت جدك وبنات خالتك، ها ايش رايكم بالله في الوظيفه؟ اللي في داخلك ساكت يقول خلاص انا مالي اي كلمه، انا عمرها ما خلت لي كلمه ولا راي، لانه انت حاطينه اخر شيء بعد ما يرضون كل الناس بعدين تفكرين فيه. احيانا يا بنات والله العظيم في مواقف العقل فيها هو اللي مفروض يحكم، هو اللي مفروض يقول ايش عنده، تلاقين كذا عقلش رافع يده ويقول هي لو سمحتي هي ابغى اتكلم الحين، دوري انا هنا، انا اللي مفروض اقرر، وانت مطنشنه ما انت معطينه وجه ابدا، ماسكة لافتة وتسألين كل الناس إلا هو. وصدقيني إنه العقل هذا أو الحدس أو خلينا نقول عقل الباطن يقدر إنه يدلنا على كثير من الأمور، وإحنا بكل تأكيد لازم إنه إحنا بعدها كمان نستخدم العقل الواعي هذا اللي هو المنطق، ونستخدم الحسابات في بعض الأوقات والورقة والقلم والفرجار لو استدعى الأمر. أعتقد إنه هذا كل ما لدينا اليوم، آخر شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكم، مع السلامة، في أمان الله.